ولذلك الحديث عند الإمام أحمد إذا توضأ المصلي قال ثم إذا تمضمض خرجت ذنوبه مع آخر قطرة تخرج من فمه. استشعرت هذا؟ مشاكل الفم والكلمات والبذاءة، وانت تتوضأ لو تستشعر النية انك مع المضمضة سقطت ذنوبك تغيرت حياتك في صلاتك. قال واذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع اخر قطرة من يديه حتى تخرج من تحت اظفاره. يا جماعة احمد الله على هالنعمة العظيمة ولنستشعرها. قال واذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه. ثم ذكر اذا مسح رأسنا لا طلعنا البر، انحرص لف يمين، لا 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 القبلة يسار شوي، لا 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 انتبه انتبه ترك ضيعت، جيد بيض الله وجهك، والحرص على القبلة مهم، لكن مصيبة انك توجه جسدك للقبلة وقلبك رايح